بفوز فريق العهد على فريق السلام صغرتا بصغرتا، نتيجة مفاجئة نوعا ما. أكيد كوتش حسين 3-0، أنت توقعت هالشي بعد الشوط الأول أنه العهد يتابع بسيطرته وسجل أهداف إضافية؟ ما معنا وقت كثير خلال هالوقفة الصغيرة، بس رح نشوف الأهداف كلمة صغيرة كمان رح نستعرضها مع كوتش حسين يلي اليوم فعلا أعطانا تحليل مميز جدا لا هالمباراة. كوتش رح نعلق انا وياك على المباريات، على الاهداف عفوا. بداية شوط اول انتهى 1-0 بهدف سجل كوياتي مع نهاية الشوط الاول، و2-0 ضربة ثابتة بالمرمى. صحيح. يعني هدفه لحسين مطلق. بالاعادة مبين واضح ان الطابة يعني الطابة دخلت. طابة واضحة داخل المرمى رغم اعتراضات كبيرة كانت لفريق سلام صغرتا. من بعدها موني حسن شعيطو اللي دخل كبديل بيتلعب بالدفاع وبيسدد وبيسجل يعني كرة رائعة. مجهود فردي من موني. جورج باختصار كثير بعرف انه ما في كثير وقت، العهد اليوم استعاد الثقه اللي هو بحاجه لها، بين بفريق صوره فريق البطل. بعتقد اللي كانت المباراه تنفس كبير له ليواجه الانصار، الانصار اللي عنده خساره امبارح، الجمعه الجايه رح نشوف مباراه كبيره بين الفريقين. طبعا الجمعه بالليل. وبين العهد انه بالاخر 25 دقيقه عم بيلعب بهجوم لبناني، يعني ما خروج العامل الاجنبي اللاعب الاجانب من الملعب. يعني محمد قدوح، محمد حيدر بشعيته، بقدوح، بزرق، يعني عهد عنده بنش كثير منيح. صحيح. فريق قادر يلعب بكل الموسم برياحه. قلنا الثلاث مباريات منن عبره ابدا لفريق العهد، خلص منها اليوم، صار معه 6 نقاط، صار قريب من رجع من المنافسه من الصداره. مفروض ما بعد هذه المباراه ما بقى في اعذار لفريق العهد. 6 نقاط رفع رصيده العهد، اقترب من نجمه والانصاري اللي معهم 7 نقاط. صحيح. انا بتشكرك كوتش حسين على وجودك معنا لك اليوم، بنلاقيك اكيد بمواعيد مقبله اذا اراد مع المرحله الخامسه من دوري الفا لكره القدم. مشاهدينا الاعزاء، هي كانت مباراتنا اليوم وسوديو التحليلي اللي كان سريع مع نهايه المباراه. اكيد معدكم بالمزيد من الوقت بالمرحله الخامسه. الى اللقاء، بنشوفكم الويكند الجاي. Rhythm.